اهلا بيكم في قناتي توتي فودي. النهارده هقدم معاكم الفسيخ بطريقه بسيطه جدا وسهله، ان شاء الله تشوفوا طريقتي ولو عجبتكم تجربوها. طبعا نزلت اجيب السمك من محلات السمك، فقلت اخد لكم جوله سريعه شوفوا معايا اشكال السمك عامله ازاي في استراليا في محلات السمك، الاحجام والسمك اللي بيعيش جوه الميه والسمك اللي بيعيش بره الميه. اتمنى الجوله تعجبكم، وكمان هنشوف ازاي بيقطعوا السمك على المنشار بطريقة بسيطة جدا وسهلة، بس محتاجة تركيز لان المنشار بيكون حاد جدا. طبعا نزلت فوجئت بالاسعار، اسعار السمك زادت جدا وكل حاجة يعتبر اسعارها زادت واختلفت عن السنة اللي فاتت، بس نشكر ربنا ان الحاجات مازالت موجودة والسلع متوفرة وبنقدر نشتريها. امتى نحس بالأزمة والمشكلة الكبيرة؟ لو الحاجة مش موجودة، السلعة بندور عليها او محتاجينها ومش لاقيينها، بس نشكر ربنا انه لسه مدينا الصحة ومدينا القوة ومحافظ علينا ولسه السلع متوفرة وبنقدر نجيبها، فاحنا عايشين في نعمة ربنا علينا كتير جدا جدا. في الجولة ديت جبت سمك كبير، الحجم بتاعه حوالي 2 كيلو الا ربع. هروح اعمله معاكم، هياخد حوالي شهر، هيكون مناسب قوي للاعياد ولشم النسيم، شهر حلو قوي عليه، ولو كان اصغر في الحجم هياخد وقت اقل. فرصة في الوقت دوت اهني كل صحابي وكل حبايبي وكل جيراني في مصر وفي كل العالم كله وعلى اليوتيوب بمناسبة قدوم شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير، وهني كل ام، وهني امي، وهني ام جوزي حماتي الغالية، واقول لها كل سنة وانت طيبة وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده دايما ربنا يديمكم نعمة في حياتنا ويخليكم لينا، واتمنى ان يكون كل ايامنا اعياد وربنا يفرح قلوبكم وتكون كل أيامنا مليانة بالخير، كل يوم بيعدي علينا بخير وسلام هو عيد. كل سنة وانتم طيبين. كده جولة المحل خلصت وروحنا البيت. أنا جبت السمك دوت، هو سمك مالت، يعتبر السمك البوري في مصر. زي ما انتم شايفين حجم السمكة داخل على 2 كيلو الا، سمك كبير هيقعد حوالي شهر في الصندوق اللي أنا هخلله فيه. انا هحط له التتبيلة بتاعته، عبارة عن كركم وملح خشن وشطة وملح ليمون. الكركم والشطة مش هيفرقوا خالص في الطعم، بس هما مواد حافظة، يعني مش هيبقى مشطشط خالص لاني بعملها كل سنة، ما بيبقاش مشطشط خالص، هما فقط مواد حافظة. هضيف كل التتبيلة، الكركم ومعلقة ملح ليمون، ومعلقة شطة، وحوالي نص كوباية من الملح الخشن، وهقلب الخلطة دي كويس جدا مع بعض. وهبدأ أحشي السمك، هحشي السمك النخشيش بتاعته، هحشي البق كويس جدا وهكبسهم كويس جدا بالملح علشان أتأكد إنه اتحشى كويس وما يعفنش معايا. بعد ما أحشيهم كويس البق والنخشيش هحطهم في الكيس وأقفله كيسين 3 4 كده، وبعد كده احطهم في صندوق. الصندوق دوت هقفله كويس جدا من بره واحطه في كيس، علشان كل اسبوع في خلال الشهر هبدا اقلب الصندوق على الناحيه التانية، بعد اسبوع ارجعه تاني للي كان عليه، علشان كل اسبوع الميه بتاعته اللي بتنزل توصل للنص الفوقاني لو ما كانش الميه بتاعته مغرقه النص الفوقاني. فكل اسبوع هنقلب السمك بالطريقه ديت، نقلبه على الجنب كل اسبوع، نقفله كويس جدا عشان ما يدخلهوش هوا، وهيقعد معانا لمدة شهر. وبعد الشهر هفتح عليه وهوريكم شكله عامل ازاي وننضفه مع بعض. اللي يحب يشوف فيديو الفسيخ عملته السنة اللي فاتت، كان بره على البحر على المية، هنزل لكم الرابط بتاعه اللي يحب يتفرج عليه كان عامل ازاي السنة اللي فاتت. ودوت هفتحه معاكم بعد شهر ووريكم واصوره لكم عامل ازاي. فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تكون الجولة النهاردة عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، تبعتوا الفيديو لأهلكم وأصحابكم. بحبكم جدا جدا، واشوفكم في فيديو جديد. ربنا معاكم، سلام.